في نقطة مهمة جدا عايز أتساءل معاها معاكم وأعرف رأيكم واحد واحد في هذا التصريح، لأنه ورد على لسان رئيس الدولة المشير عبد الفتاح السيسي لسه من شوية. كان في تغطية والراجل بيقول تساعدونا في معركتنا، وأعتقد أنه في برضو كان تشبيه بعصر جمال عبد الناصر، أو أن جمال عبد الناصر كان محظوظا بالإعلاميين اللي حواليه. فأنا بسأل سؤال، هل الإعلام يبقى صديق السلطة؟ هل الإعلام يرجع لعصر عبد الناصر حيث كان الحكم ديكتاتوريا بكل صراحة؟ أستاذ ياسر. لا شوف، هو أنا رأيي أنه الرئيس عبد الناصر لم يكن محظوظا بالإعلام. الواقع أنه العلاقة بين الإعلامي والسياسي علاقة ملتبسة جدا على مدار العصور. لسه أنا كاتب عن أستاذ مجدي في صحيفة الوطن وقال اسمه هل بي بي سي ستظل قادرة على الإلهام؟ لأنه في معركة في بريطانيا دلوقتي، لأن رئيس الوزراء ديفيد كاميرون في الواقع كان بيحاول أنه يفرض رئيس لهيئة الإذاعة البريطانية بعد لورد كريس باتن ما تنحى أو استقال. الراجل رئيس الوزراء بيحاول يتدخل علشان يجيب حد معين. ففي كل بلاد العالم السياسي يحاول أن يطوع الإعلامي، وهذه مسألة يجب أن نعترف بها. النقطة الثانية، ودي مرت عرضا لكن أنا عايز بس تسترس عليها بسيط أو أضغط عليها، فكرة أنه لا يمكن تخيل صناعة إعلام بدون ملاك إعلام، ولا يمكن تخيل ملاك إعلام بدون ذرائع تملك. وبالتالي إذا أنت عملت على سلب المالك ذرائعه للتملك فستفنى صناعة الإعلام. هقولها تاني بشكل مبسط، ذرائع تملك. يعني دلوقتي مفيش واحد يمتلك وسيلة إلا لو كان عنده هدف من امتلاك الوسيلة. احنا دلوقتي لو قلنا تعالى نكسر قدرة المالك على التحكم في وسيلته، نخليه يمتلكها ويمولها ويمول عجزها بس ما يتحكمش فيها، شيل ايده خالص، ابعد بعيد، هينتفي الهدف من التملك. فطابور الصناعة صحيح، لكن احنا شطارتنا بقى ايه؟ ان احنا نخلي المالك قادر على التحكم في وسيلته لتحقيق اهداف التملك، وبالتالي تزدهر الصناعة. لكن عندما تتصادم اهداف التملك مع المصلحة العامة بلغة الدكتور معتز، او مع الضمير الوطني والحس الانساني بلغة الاستاذ مجدي، نقول له لا تعالى انت هنا غلط، وهنا تظهر الفكرة، فكرة وجود التنظيم. تمام. السؤال بتاع حضرتك، الرئيس عبد الناصر كان هو مثال للنبل والإخلاص والتضحية والوطنية، وأنا شخصيا أعرف ذلك ومتأكد من ذلك، ولا أستطيع أن أخطئ الإعلام المصري الذي سنده وعضده ودعمه وغنى له وغنى لمشاريعه، خصوصا أن هذه المشاريع معظمها كان يسب في صالح الوطن وأبنائه من المحرومين والمعدمين. لكن سوف أخطئ هذا الإعلام حينما غنى وزهى زهوا فارغا، وحينما غطى على القصور، وحينما غطى على العيوب، وعندما حاول أن يؤلهه، وحينما أغرى بمصر والمصريين، وبالتالي سلم الأمة تقريبا مخدرة إلى هزيمة مذلة، هزيمة 1967، ودي حالة أنت مش عايزها ترجع تاني. نعم، وأنا هضرب لك مثالين. المثل الأول بالمواكبة الإعلامية لمشروع محور قناة السويس، والمثل الثاني المواكبة الإعلامية لجهاز اللواء عبد العاطي. تمام. تخيل أن المواكبة الإعلامية في الحالتين تنطلق من دوافع واحدة، هي نصرة الزعيم المخلص. ماذا سيكون الأمر؟ سيكون تطبيلا فارغا في الناحيتين. مع أنه في فرق كبير جدا بين مشروع قناة السويس وبين جهاز اللواء عبد العاطي. تمام. المطلوب بقى إيه؟ ليس المطلوبا أن يكون هناك إعلام يؤمن بإلهام القيادة ويصطف خلفها. وكلمة يصطف كلمة مهمة لأنها ربما طيلت في هذا الاجتماع. صح. لكن المطلوب أن يكون هناك إعلام متعددا ومنفتحا بما يكفي لكي يرى عيوب القيادة، عيوب الأداء العام، ويسلط الضوء عليها، ولكي يرى مناقب القيادة وحسنات الأداء العام وكي يسلط الأضواء عليها. وفي كل الأوقات المعيار هو مهني وليس وطني. وأنا أحذر من فكرة الاندفاع في أي نمط أو أداء إعلامي تحت داعي الوطنية. وده يخليني أسأل سؤال ياسر بعد ليه إذنك. تحت داعي الوطنية؟ أيوة. ليه بحذر أنا؟
لا ما هو لو مش تحت داعي الوطنية دي تبقى مصيبة. لا أنا بقول لك تغليب الوطني على المهني. لا أنا بقول لك ما تجيليش بنمط أداء إعلامي بداعي إنك بتدافع عن الوطن. شكرا أنا مش عايزك تدافع عن الوطن. الوطني هو أنت عايز تدافع عن الوطن روح اشتغل ضابط جيش، اشتغل ضابط شرطة، اشتغل سياسي، اعمل حزب. أنت عايز تدافع عن معايير مهنية اقعد هنا واطرح على الوطن كل ما يهمه حسب أولوياته بشكل مهني ومعياري. وهو ده الدفاع عن الوطن. وهو ده الدفاع عن الوطن. وبالتالي أسأل سؤال، لماذا قال الرئيس السيسي لم يكن لا لا لماذا سؤال مهم بجلاد هرجع لك يا اسمع ما انا ما كملتش الفكره. لا ما الفكره ما انا ربما اقل واحد تكلمت. لا لكن لا معلش بس انا عندي يعني وقت محدود يا استاذ. بس الحته دي انا ما قلتهاش. طب انت هتكمل فكرتك امتى؟ لا في 30 ثانيه اتفضل. ما هو انا دايما فتحنا الكلام وما قفلناه. طب اتفضل. الفكره ببساطه شديده انه عبد الناصر لم يكن محظوظا، واذا اردت ان تكون محظوظا فلا تطلب اصطفافا ولكن اطلب اعلاما مهنيا. هل لديك ما تفعله من اجل الاعلام المهني؟ نعم لديك. هل قمت بفعله؟ لا لم تفعل، لانه اول المسائل هي مش انك تدعو اعلاميين معينين علشان تقول لهم افكار معينه، لكن اول المسائل هي ان تبني النظام الاعلامي المصري وفق استحقاقات الدستور، ان تنشئ نقابه الاعلاميين وهذا امر الدوله تمام. وان تخول من يقوم بوضع مقترح لانشاء الهيئات المنصوص عليها في الدستور. فبالتالي اذا كان لديك ما تريد ان تمنحه للاعلام فهو دور الدوله المنظمه وليس دور القياده الملهمه.